السلام عليكم خاوتي أزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفيناك دي زاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، والتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا، وصحة رمضانكم لكل أمة إسلامية. حصة اليوم كما تكلمنا في الاستوديوهات السابقة نتكلم على التنظيم الكارثي والسيء لدورة الـU20 للمنتخبات الوطنية، اللي كان رئيسها شكون؟ رئيس لجنة التنظيم شكون؟ مين كنا نتكلموا من قبل وقلنا لكم باللي عقلية الكهول، وعلى رئيس السعودي أن يتفطن لهذه الألعاب، لكن ما كانش أدان صغير من رئيس الاتحادية. مصيبة، نشوفوا أدان صغير في عدة أمور، لكن من تروح له في الانتوراج تاعياه الأمانة العامة وهذيك، تبان لي راني خايف على ود الناس كاش ما كاش هم كاتبين له، باسكو من بكري كتبوا في ديك الاتحادية ما قزطيوش، كان تيتبعوا المشاكل. باسكو من تشوف الناس اللي نداروا في الأمانة العامة وليها الهيكل التنظيمي اللي داروه اللي جابهم الامين العام، شاف غير الكوارث، ما جابش كفاءات، ما جابش. اولها الذراع الايمن اللي ما عندوش كيتيس، ما عندوش ديك الوثيقه تاع الجمعيه العامه اللي كان كضربها بولفعات ما بين الجهات، ولا من اسمها جيبه انتر ليغ ولا انتر ريجون، طردوه من جميع عامة، وكل يعرفوا التاريخ تاعو في الرابطة ما بين الجهات. عرفتوا شكون حاجة اللي عنده هذيك هنايا تاع قيام الليل اللي حكيت عليها انا في فيديوهات سابقة، وهاي مشي في واحد الهضرة عليا، يتلحقني هضرة منا ومنا، يتوعدني بواحد الامور، مسكين خليه يتوعد، خليه كما توعدوا اللي قبلك. هذا اللي ما عنديش كوتيس تاع الصون تاع لاسومبلي جينال، اللي عرفتوه كان قاعد برئيس اتحاد الرابطه تاع الانتر ليغ، الحاجه روجر سيف كان يسموها حاج يوسف. حاج يوسف قال لهم باللي فينك نجيب له رقاد، يا جيب لي رقاد، صح صح جيب لي انت رقاد. قال لهم العداله ونجيب له وندير له، اللي يعيطوا لي قاعدوا يعيطوا لي من سان جوفي، يعيطوا لي من رويبا، يعيطوا لي من بارتو واري. حاج يوسف معاول يجيب لك رقاد، جيب لي رقاد انت، صح لو كنت شكون جيب رقاد اخو. انا شوي معارض يوتيوبر، عايش في ليترونجي، نروح ونجي، ما عجبكش الحال من راني نجي للجزائر، تقول الجزائر بتروجوها رزق بوكم رزق تاعكم كارثة. الحاج يوسف يا خا قال لك راك مريض عني انا. حاج يوسف نظم هو الايفا، نظمها هو، ها هو طبعا لجنة التنظيم، ها طالع صديقه الامين العام العالمي اللي راه مدخلها في تل الحيطان، ها دار باللي تاع الحاج يوسف جابه معاه، جابه سكاره باسكو كاين ان كلون يحب هذا المتقاعد السابق تاع الجيري تيليكوم. ها قال لك باللي متقاعد، ها سوسيال اتحاد رجعت سوسيال، ها صادي خويا ضربك العمى، صادي ها صادي هاو كيف ضربك العمى، ها صادي هاو ريق الحية، ها هو صادي هاو مالك، ها صادي هاو نشوفو فيها بعينينا هاكا كلير، وانت ماكش تشوفها مع عينيك، ها صادي رمضان راه غالبك تنشوفو مور رمضان شي غادي يديرها، صادي يا صادي هاو جيبو لنا هاد الكهول في الايفا، هاكم تشوفو، شوفو التكريمات، شوفو التنظيم السيء تاع الايفا، شوف الفضائح اللي وقعت في الايفا، كان والو. قال لك يبغي غير يتصور هاد الهيشر، قال لك يبغي غير يتصور، قال لك روح استقبال في الايروبول، يستقبل يحضر رينيو تكنيك البريستيج، تصاور الكاميرا وصاي. قال لك حاجه ما دارهاش يا من من داخل الاتحاديه، قال لك حاجه ما دارهاش ملي كانوا في الرويبا عمال تاع الرويبا، وجو مارك عيطوا قال لي هذا غير دور البريستيج. قلت لهم ها واو هذا مكوفي مع الاجي والشله تاعو، ها واو شله، ها عندهم ناس تضرب عليه، ها مساكين، ها تحكوا كنا ننتقدوا من نوضروا، جيتوا تجيبوا لنا الهيشر،
عايش يدوروا في الاتحاد هاو 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 قال لك هذا نورمال هاو طابله تاع ليكول قال لك طابله تاع لاكونتين هي طابله تاع ليكول تاع لاكونتين تاع عشت ابتدائي تمدوا بها التروفي صادي خويا هذه تشوف فيها صادي ها اللي سمع الفيديو غيبعتها صادي حنبوكم خاوتي حنبوكم بعتوا صادي شوفه ولا شوف التكريمات وين في طابله تاع ليكول هاو هاو حاولنا نهضر ولا ما نهضرش انا عليه ونشوف المكرم ما نهضرش جماعه الخير نهضر نهضر اخويا ونهضر باش تسقمونا الحياه هاو طابله تاع ليكول هاو زعقوا علينا هاو طلعونا في لاطونسيون في هذا رمضان هاو هاو ها ما كان والو ما كان جمهور في ديك الملعب تاع الرويبه جاو غير صحاب الكوستيمات الكهول بعقليه الكهول تنظيم الايفان بعقليه الكهول لكن لازم تطورونا الحياه هاو هاو ما شنا والو هاو هاو ما شنا والو هاو هاو ما شنا والو هاو ها ما شنا والو شفنا غير تهايشيرا تشوف فضيحه تنظيم الناس تاكل في الوتر هكذا وتشرب نورمال قرا في البويا ساكن غير هذوك تاع دي تي ام ساكن يخدموا ها يا ما كان والو هذا الحاج واش فرق دوت مونتي باسكو كوفري مع عند الاجي ها كوفري مع عند الاجي اجي هو عنده اجي اجي رجع في العون زمان ها 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 شوف زي مو راه يهدد كاع في الناس قال لهم كاع نجيب لكم الرجال ها 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 تهددني انايا اخ مريض ايه راك مريض اخويا ما فهمت والو ما فهمت والو زادوا قالوا لي واحد السكريتير قاضب هذيك تاع الايفان ما نحكي لكم واحد السكريتير سموها سيت سمو يا ربي سموها ايمان واكاري تا قال لك يتكيف مع الدخان في لي جوا عند الشنابر تاع لي جوا يلاصق في لي بارون تاع لي جوا يدير علاقات مع لي جوا فرنسا من جي غي نافيكي غي نافيكي نافيكي وتفكرت هذاك الشوفير اللي هضرت عليه ذاك البوفتيكو كارد ماتيريال هو صادي هذاك شراه يدير خويا هذاك بوفتيكو رياض ولا كسمو شراه يدير هذاك قالوا لي واحد قاعد يهضر يقول لهم فلان عيط لي عليا قياده فلانيه عيطت هذاك انتقدنا وقت الطيور قطع عماره انتقدنا بلي هذاك شوفير ولا في الديتياني يعني دور قال لك منسول يخاف منه منسول تاع الديتياني يعني يخاف منه هذه حاله منسوخونه هاو منسوخونه انت طب روحك ماشي بلاصتك ديتي هاو تجي تخلي الهايشو دايرين في وسطك هاو كيفاه هاو راه مسؤول المنتخبات الوطنيه هذاك القاصد قاصد قالوا لي بلي راه قانط راه يتبع قانط قال لك قاصد بروحه راه قانط قاصد هذاك تاع البيرو في ديرا ما فاهم فيها والو ما فاهم فيها والو ضاع الداب داخل مولاه هاو صادي هاو شاكاين هاو كيما هاك صادي خويا هاو راه مليحه في الابد تسقم من لازم تبدا باسكو نهالي توقعوك بعيد الشهر يوقعوك يا ولد في الكاتيجوري حنا نهضرو وانا نهضر صادي خويا نهضر باسكو انا نشوف باش اونترينا يصفع الدراري جبتوا لنا واحد الايديسات شفنا واحد الناس كانوا يدوروا في البلاطويات ينافيغوا منا شناهم دخلوا في الكاتيجوري في لي ستاف تاع الاخر سوسيال انا نشوف في الكاتيجوري نشوف السوسيال انا نشوف السوسيال في الكاتيجوري لي زونترينا تاع لي غارديان تاع الفيزيك انا نشوف السوسيال اللي كان يهضر في التلفزيون جيبوه واحد كان يشيط بالماضي بعد ولا كونتر بالماضي جابوه ماني فاهم والو ماني فاهم والو يا واني هادي في لي كاتيجوري الله يجعل الخير باسكو الكارثه بعيد الشر بعيد الشر في الاخر راني خايف الكارثه توقع في اكتوبر وفي نوفمبر جاي اقصاءات ما نروحوش لكاس افريقيا باسكو غادي تصادي الله غالب عليه بالكبار وما لقاش اللي يعاونه ولكن للاسف للاسف انا السياسه اللي في لي كاتيجوري ما هيش عاجبتني خاوة ما راهيش عاجبتني نظر الصحه انا الله غالب ما نقدرش يا خويا هذا الاجي هذا عفوا هذيك كلمة اجي دائما انا سكريتير نورمال نعيطلو اجي هذا السكريتير هذا تاع المنتخبات تاع الايفان هذاك هذا عيما شرا يخلط تماك هاو كيفاه هاو قالوا لي ديك العام اللي فات جاب عمارة قالوا لي في تولون طرا فيك ليزانفيتاسيون صحابه لي زيميغري اتفقوا لهم في تولون وقاهم مسكانيين هاو هاو قال لك هذا سون بيتي واو حكا تفكرت هذاك وين راه هذاك تاع ليطالو هذاك تاع ليطالو كيسموه هذاك المواهب تسميه لي موهبه وتاع الموهبه كيسموه يا ربي المحسن وين راك هاو قلنا محسن جابهم غادي يدير ويدي مشينا والو محسن راك متخبي راك تخلص لك داو تمونجي شحال تخلص 20 15 30 14 12 ما عرفش راك تخلص دوك نحوسوا على الصالير تاعك شحال تخلص هاو تخلص ما جبت لنا بيبي تمشيناك في التصاوير ما شناك في التيبي الاوفيسيال ما شناك في الخارج تروح عندي جوا ما شناك هذا محسن غير قلت لنا بالهضره تاع الفيسبوك 500 الف ابوني في الفيسبوك في الحبوبه بعد ما شناك محسن وين راه حقه وين راه هاو قولوا لنا محسن وين راه يا منسول قولنا محسن شراه يدير شاو العمل اللي كنت عطوه له هاو فهمونا حنا ما فاهمين والو في هذه الكاتيجوري هاو دوك نغادو نهضروا بيت كوفيد بالماضي نقولوا غيبوتكم وانت نخلوكم تخربوها لا فوضى في هذه تاع الايفا ما كان
الشعب ما بغاش كاين باسكو ما درتولهاش بيبليسيتي تاعها ما درتولهاش ما كانش صدى اعلامي على هذا التورنوا باسكو قاضبينها الكهول قاضب هاي الحاج يوسف في البرادر وا تاع الاي جي ها وا 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 وتقول لي ما تهضرش هاو كيف ما نهضرش اصاحبي هاو هاو نشوفوا هذيك الكشفات ما صح ظن على السينيور راه يحاق ولكن الكاتيجوري ثاني شوفوا خاوتنا المغاربه شوفوا الله يبارك شوفوا التوانسه جيتوا المغرب شوفوا المغرب اللي كاتيجوري تاعو مخدمه لي زونتينا كي دايرين كاريزما صادق ولا لازم كنا لك يعني قد تشوف جوال كيما هما غاروا منا بخاله الاعلام حنا نغيروا منهم ثاني نغيروا منهم يا صادين نغيروا منهم في لي كاتيجوري شوف الخدمه بروفيسيونال كي داير ما شتنا والو يا بابا اتحرك صادق خويا اتحرك دير حاجه باسكو الكهول راه مكلاوك الكهول يا صادق كلاوك في الاتحاديه اجي عند عقليه تاع كهول كاري كاري مغلوق هاو حموش خويا كيف قاعد يتعاود حموش انا سملاع مش مش بحث ما بعث ما مش مش من غير الخير من كنت وقت زطيوش ولكن ما تكونكش كاري حموش نشط الحياه حموش خويا حموس تاع كومينيكاسيون وين راكم وين راكم يا عافاك ماني فاهم فيها والو راه جيب الخير في هذيك الكاتيجوري تنظيم الحس باك سيور هذاك البوفتيكون اللي حنا هضرنا عليه قال لك خلى قاسكو قال لهم انا ما كانش لي خلفيه عندي الو وحدين عيطوا الالو صادي شكون هذا الو ما عرفش الالو صادي تمشى الالو صادي خاطر الو صادي مشغوش انسان حقار ما انا فاهمين والو المهم انا حكيت على هذا الايفان غادي نعاود لها حصه فور فور في قادم الايام باسكو الحياه راهي مخروبه راهي مخروبه في الكاتيجوري وفي التنظيم تاع الايفان الله يجيب الخير الله يجيب الخير مسيو صادي الله يجيب الخير تحياتكم خاوتي صحه رمضانكم وما عندنا منكم حسبي الله ونعم الوكيل اللي راه يخدم في هضره الاتحاديه لا يخدم في هضره الاتحاديه في الخدمه الاتحاديه لا يقدر لا يخدع في صادي ربي يجيبها له في هذا انا في 10 اواخر تحيه لكم خوتي 1 2 3 فيفا راجلي